انطلق موسم حصاد وتوريد القمح بمزارع محافظة القليوبية، حيث بدأ المزارعون في الحصاد وتوريد القمح للشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع المخصصة لاستلام محصول القمح على مستوى المحافظة. بلغ ما تم حصاده حتى الآن على مستوى الجمهورية 10,000 دان قمح، وأن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ أكثر من 110,000 طن، فيما بلغت المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 39,146 فدانا. الدهب الأصفر بفضل الله تعالى السنة دي الموسم مبشر بالخير جدا. يعني انت ساعتك شايف الدنيا حواليك من غير انا ما اقول، لو شفت القمح كده ومسكته في ايدك هتلاقي حاجه طيبه جدا جدا جدا. احنا من اول السنه الدوله المصريه وخاصه في وزاره الزراعه مقدمه الدعم الكامل لاخواتنا المزارعين من اول الحرس الى التسويه بالليزر. كانت في اغلبيه المساحات يمكن مسويه بالليزر مجاني دعم من الدوله. كان في سترات الالات طبعا بتزرع القمح دلوقتي برده، الفدان كان ب 200 جنيه وده برده دعم من الدوله. كنا برده موفرين التقاوي المناسبه اللي تابعة السياسة الصنفية، كنا أيضا موفرين الأسمدة، كل دي وندوات الإرشاد المستمرة، موفرين المبيدات المناسبة لأي الحشاش أو للأصداء. محافظة القليوبية محافظة متميزة في إنتاجيتها رغم صغر المساحة اللي عندنا. عندنا السنة دي أكثر من 5 أصناف جديدة من القمح، في عندنا أصناف عالية الإنتاجية متحملة الضغوط المناخية. تم توفير التقاوي بأسعار مدعومة من أول موسم، تكاد تكون أسعار التكلفة قبل الزراعة بشهر. المكان الحديثة موجودة للزراعة، عندنا في ماكينات زراعة للمصاطب، في حملة قومية بتزرع في كل قرية حقل نموذجي، متوفر التقاوي للمزارعين، في عندنا حملة ومشروع كبير لترشيد الري بيعمل تسوية بالليزر مجانا على مستوى المحافظة. الإرشاد الزراعي كان معانا على طول وكان بيوجهنا على الري والزرع والوسقي ورش، وكانوا معايا مباشرين معانا على طول.